السلام عليكم، معكم مصطفى من قناة مستر منتج. حلقة النهاردة إن شاء الله هنشرح فيها موقع جديد، اختصار روابط برضو زي ما قلنا احنا بنستفيد منهم ازاي، وإن شاء الله في استراتيجية جاية قريب جدا. الاستراتيجية دي هتخليك تستفيد بشكل كبير جدا من موقع اختصار روابط. استنى استنى، وقبل ما تضغط ديسلايك، لا بدلها بتضغط لايك، حفزني عشان إن شاء الله أجيب لك الاستراتيجية دي وتبقى حلوة وتستفيد منها بإذن الله. نركز مع بعض. حلقة النهاردة هنشرح فيها موقع جديد خالص لاختصار روابط، يعتبر احنا أول ناس شرحت الموقع ده. موقع ممتاز جدا، هيعجبك ان شاء الله. هنشوف الموقع مع بعض ونرجع مره تانية. طيب يا شباب، هو ده الموقع دوت لينك دوت مي، اسمه ممتاز بصراحه. الموقع ده يا شباب دي واجهه الموقع، واجهه طبعا بسيطه جدا. طبعا دي واجهه المواقع كلها في الوقت الحالي، للاسف ما فيش اي ابتكار في الواجهات في المواقع الحاليه، ودي حاجه بتضايقني جدا بصراحه. يعني كل واحد بيغير لي الصوره وخلاص، لا المفروض يا جماعه نغير تصميم الموقع. كفايه تصميم اللي هو في كل المواقع من اول كات سي ار ال وبعد كده راح لكل المواقع التانية، فيا ريت نغير في التصميم ده. بعد كده هنروح عند البيمنت بروف نشوف اثبات الدفع بتاعت الموقع ده. هنلاقي ان في اثبات دفع فعلا، تم تحويل 200 جنيه زي ما انت شايف، اثبات دفع، وتم تحويل 1225 جنيه. تمام، يعني في اثبات دفع موجوده. نخش على البي اوت ريتس اللي هو ستيب ام، ونشوف السي بي ام عامل كام في الموقع ده. هنلاقي السي بي ام في الموقع ده مش وحش ومش حلو قوي، ولكنه كويس ومميز شويه. زي ما انت شايف مثلا فرنسا 12 دولار، وسيبك من الدول دي، خلينا في الدول العربيه، مصر 8 دولار، وده كويس لان ده هيفيدك في السي بي ام المتوسط. تمام، العراق 5 دولار، ده كويس برضو. عمان 7 دولار، وهننزل تحت نروح لقطر 6 دولار، المغرب 6 دولار، ممتاز. الكويت 6 دولار، ده ممتاز برضو. السعودية 6 دولار، اسبانيا 6 دولار، فلسطين 6 دولار، اليمن 5 دولار، الامارات 6 دولار، وبقية الدول العربية كويسة جدا. واعتقد ان يعني يعتبر سي بي ام مميز، مميز جدا كمان، لان كده السي بي ام المتوسط عندك مش هيقل عن 7 دولار. ده كويس جدا يا شباب، مش هنطمع في اكتر من كده يعني. تمام، خلينا نروح عند ماي اكونت عشان نعمل اكونت في الموقع. هتروح عند ريجستر ان نيو ممبرشيب، هتقول له هنا اليوزر نيم بتاعك، وهنا الايميل، وهنا الباسورد، وهنا تعيد مره تانية الباسورد، وهنا هتقول له ام نوت ريبوت، وتعدي الاختبار وتعمل سبمايت، وهيتم معاك التسجيل بكل سهوله من غير اي تفعيل او اي حاجه. تعمل اي اوريدي هاف ان ممبرشيب. تمام، وتروح هنا عند هنا تكتب الايميل او اليوزر نيم، وهنا الباسورد، قول له ساين ان، وبيعمل معاك ساين ان عادي جدا. اسم الموقع دوت لينك دوت مي، اسمه كويس في ابتكار يعني. تمام، لو ركزنا كده هتلاقي ان الموقع طبعا هو زي ما قلنا نفس الـ الواجهه بتاعت معظم المواقع اللي احنا بنشرحها، ولكن الفرق بيبقى في حاجات بسيطه جدا يعني. تمام، فخلينا نخش على حاجه مهمه جدا. لو لاحظنا يعني على طول هتلاقي هنا بيقول لك انك تعمل فيديو يعدي 1000 مشاهده، وهتاخد 5 دولار في الموقع عبر صفحتهم على الفيسبوك اللي هي دي. تمام، دي صفحتهم على الفيسبوك. تمام، تخش عليها تعمل لايك ليها، هتلاقي بينشروا فيها طبعا الحاجات المهمه جدا بتاعت الموقع. لو مثلا شرحوا اي حاجه جديده في الموقع، ضافوا حاجه جديده، وقفوا الدفع لمده معينه مثلا كده، هتلاقيها كل حاجه موجوده في الصفحه دي. فاتمنى انك تعمل لايك وتتابع الصفحه دي. خلينا نخش مثلا على الريفرال ونشوف عامل كام الريفرال في الموقع ده. 22%، ومش أول مرة نشوف كده الصراحة، ولكن ممتاز، وأتمنى كنت يبقى 25 مثلا، ولكن 22% ده مميز جدا والحمد لله، يعني رقم كويس. نخش مثلا على طرق الدفع. تمام، طرق الدفع، نخش على السيتنج البروفايل، وننزل تحت خالص ونشوف طرق الدفع. باي بال، بيرفكت ماني، باير، ودافون كاش من أول 50 سنت، وبيدفع من أول 50 سنت يا شباب على باي بال وعلى فودافون كاش، و1 دولار باير، وبيرفكت ماني 1 دولار. اظن مفيش اجمل من كده يعني. طرق الدفع بسيط جدا وحاجات بسيطه جدا. طبعا هنا بتكتب البيانات بتاعتك عادي جدا، ومش هقعد اعيدها في كل مره لان الناس بتغلبني في الحته دي. طيب نشرح بقى بقيه الموقع. المانج لينكس دي بتلاقي فيها كل اللينكات اللي انت اخترتها، وهنا الهيدن لينكس اللي انت عملت لهم اخفاء في الموقع. الويز درو عشان لو عايز تسحب اي ارباح ليك من اول 50 سنت، بتلاقيها هنا كده الارباح بتاعتك، تضغط على ويز درو بيتم معاك سحب الارباح. موقع سهل جدا وبسيط. نروح عند التولز، هتلاقي هنا الكويك لينك دي لو عايز تختصر اي لينك بسرعه، بتشيل اللينك ده وتحط اللينك بتاعك. هتروح عند الماس شرينكر، دي ممكن تختصر لك اكتر من 20 لينك مره واحده لو عندك بارتات العاب او اجزاء لاي حاجه ممكن تختصرها. فول بيج سكريبت دي لو عايز تختصر كل رابط الموقع بتاعك في الموقع ده، بتشيل بس العلامات دي وبتحط العلامات الشائعه اللي في الموقع بتاعك اللي عايزها يختصرها، او بتاخد دي كده. تمام، وهو بيختصر كل الروابط.
جميل، شفنا الريفرال وشفنا كل الكلام ده خلاص تمام. السبورت دي لو عايز تبعت له رساله عشان لو عايز تعمل اي تعديل في الموقع، عايز اي حاجه، هنا تكتب اسمك وهنا الموضوع اللي انت عايز تتكلم فيه وهنا الايميل بتاعك وهنا المسج، وتقول له سبمايت و بيرد عليك بعد 24 ساعه تقريبا. بس شباب كده اعتقد قلنا كل حاجه في الموقع. ان شاء الله برضو انتظروا اثبات الدفع في الموقع ده وقريب جدا، يعني مش هتاخر عليكم. وبرضو الموقع اللي قبليه ان شاء الله تلاقي اثبات دفع قريب جدا برضو، ممكن نحط الاثنين مع بعض في فيديو واحد. المهم هنا زي ما قلت لك ما تنساش موضوع انك لو عملت فيديو عدى 1000 مشاهده تاخد 5 دولار مع اول سحب ليك في الموقع ده، اللي هو اصلا بدايه من 50 سنت. فاعتقد الموضوع هيبقى بسيط جدا، انت كل اللي عليك افتح قناه يوتيوب، اعمل فيديو على الموقع ده، تاخد 5 دولار وده ممتاز اعتقد يعني. وزي ما قلنا ان شاء الله انتظروا اثبات انت. بس كده دي كانت حلقه النهارده، اتمنى تكون عجبتكم. وبرده مره ثانيه اتمنى الناس ما تزعلش من كثره مواقع اختصار رابط في القناه، ولكن زي ما قلت في استفاده جايه ان شاء الله قريب، وفي استفاده قلتها قبل كده، فهنركز مع بعض كده، والحاجات دي بتتشرح لسبب معين، وان شاء الله قريب هتفهم كل حاجه ان شاء الله. نيجي بقى للحاجه المهمه الناس كتير كانت مستنياها، وهي النهارده المفروض ان هي اول حلقه لدعم القنوات. والقناه اللي هتدعم النهارده هي قناه مروان اشرف. القناه دي يا جماعه ممتازه جدا بصراحه، وعجبتني قوي في الصور المصغره، والشخص ده خفيف جدا، فقناه ممتازه. ركز يا مروان شويه في انك تستمر، يعني فيديوهاتك بتنشر اسبوع او اسبوع لا، ركز شويه وانشر اكتر عدد من الفيديوهات في الاسبوع، يعني 3 فيديوهات 4 فيديوهات، فيديوهين على الاقل، او فيديو ولكن بشكل مستمر، يعني كل اسبوع فيديو. مونتاجك كويس، ركز اكتر من كده شويه بس في الوصف والكلمات المفتاحيه، وشوف حلقات قبل كده كنا اتكلمنا فيها عن الموضوع ده، وهتبقى احسن من كده بكتير بكتير بكتير. رابط قناه مروان اسفل الفيديو، قناه ممتازه جدا، ادعموها يا شباب، يا ريت لايك سبسكرايب اي حاجه للقناه دي، في قناه ممتازه ان شاء الله هتعجبك. وشكرا عشان شفت الفيديو، اشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام.